صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الاثنين 14 تموز يوليو 2014. بتسعدني رحب بضيفنا باستوديو رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية عزام الأيوبي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك أستاذ عزام. أهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم أكيد السؤال الأبرز، هل الشيخ حسين عطوي تصرف بمبادرة فردية فأطلق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة تحديدا من بلدة المالي في الجنوب، أو أنه الجماعة الإسلامية اليوم دخلت على خط المقاومة ومؤازرة البعض يقول شقيقتها التوأم حماس في الحرب على غزة وفي الدفاع عن غزة، إضافة إلى اليوم الشيخ حسين عطوي يعتبر متهم بالنسبة لشريحة من اللبنانيين ومن كل الذين يرفضون زج لبنان في معارك البعض يعتبرها مغامرات غير محسوبة. هل هو متهم مدان أم مقاوم بطل بالنسبة لكم؟ كيف ستتحرك الجماعة الإسلامية دفاعا عن الشيخ حسين عطوي؟ أيضا داعش كيف تنظرون إليها؟ الحرب على غزة اللي هي رح تكون المحور الأساسي اليوم، هل تعتبرون ما يجري انتصار في غزة نتيجة الصمود؟ وهل معادلة قصف تل أبيب توازي معادلة قصف البارجة في البحر كمان ب 14 تموز 2006 اللي غيرت المعادلات؟ كلها رح تكون عناوين يعني رح نتطرق لها بحوارنا. لك اسمح لي أستاذ عزام أن ننتقل إلى زميلتي كريستين حبيب وموجز أهم الأخبار. شكرا كريستين. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونبدا حوارنا مع رئيس المكتب السياسي في الجماعه الاسلاميه عزام دندشي. استاذ عزام، بدايه من غزه، هل تعتبر ان حماس استطاعت ان تسيطر عمليه نوعيه باستهدافها تل ابيب وقصفها تل ابيب، او تعتبر بان هذا كان محسوما ومعروفا سلفا بأن قدرة حماس وقدرة حتى الفصائل المقاومة في غزة هي أكبر وهي أعظم مما كانت عليه تحديدا في كل العدوانات السابقة؟ بدون شك المعادلة في نهاية العدوان الذي جرى في 2012 أعطت مؤشرات أن المقاومة الفلسطينية باتت تمتلك قدرة ردع وتوازن رعب لا بأس بها، وأنها قادرة على إرباك العدو الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أي هدف على الأقل بصورة سهلة كما اعتاد وكما يتوقع هو. لكن المفاجأة الأكبر أن قدرة العدو الإسرائيلي على استهداف المقاومة ومحاولة إسكاتها تبين أنها يعني قدرات بائسة جدا نتيجة عقم قدرته الاستخباراتية على خرق المقاومة الفلسطينية في مواقعها وفي عقر دارها في غزة، وبالتالي كانت معظم الأهداف التي شنها الطيران الإسرائيلي غير مجدية في إسكات هذه الصواريخ، لذلك عدل هذه الخطة باستهداف المدنيين وأصبح يقصف بعد حوالي 3 أو 4 أيام من العدوان بدأ يقصف البيوت بساكنيها، وأصبح هناك محاولة لإيقاع خسائر بشرية على هذه الخسائر تركع الشعب الفلسطيني في غزة والمقاومة بالتالي، ومحاولة استجدائها لأي هدنة بين الطرفين. المفاجأة الأكبر أن الفصائل الفلسطينية المقاومة جميعا توحدت. باتت مش بس موحدة، وإنما باتت تفرض شروط على أي هدنة يمكن أن تعرض. الجميع الآن يتابع منذ أيام أن هناك قبول إسرائيلي لهدنة مقابل يعني وقف الصواريخ مقابل وقف العمليات الحربية الإسرائيلية. المقاومة الفلسطينية اليوم لا تقبل بهذه المعادلة، وإنما تفرض شروط إضافية من أجل أن تقبل بأي هدنة بين الطرفين. هل تعتبر بأن العدوان على غزة سيقتصر على أقل من 10 أيام، أو أننا ذاهبون إلى حرب طويلة؟ بصراحة الآن الموضوع يعني يخضع لأكثر من معادلة. هناك إدراك إسرائيلي بأن استمرار العدوان مكلف، ولكن بنفس الوقت يدرك تحديدا بنيامين نتنياهو أن بمجرد وقف هذا العدوان سيفتح ملف نتنياهو السياسي، وبالتالي هناك مكابرة، هل يستطيع أن يمد في عمر هذا العدوان ويكسر الصمود الفلسطيني أم لا؟ هنا المعادلة التي تلعب دور في قضية إطالة أو قصر هذا العدوان. اليوم هل حماس والفصائل الفلسطينية تقاوم مدعومة
من محور الممانعة أو ما يعرف بمحور الممانعة والمقاومة أي إيران، وحتى سوريا إلى درجة أقل نتيجة ربما اليوم الظروف في سوريا، وحتى يعني المقاومة في لبنان أو أنها تقاوم بدعم من الإسلام السياسي الذي اجتاح العالم العربي. دعينا نكون يعني متجردين ومنصفين في هذا الإطار. المقاومة التي نراها اليوم ليست ابنة ساعتها، يعني بدون شك هناك تراكم خبرات. هذا التراكم كان هناك جزء أساسي منه نتيجة تعاون ما يسمى بمحور المقاومة، لكن نحن منذ سنتين على الأقل نشهد يعني تشتت لهذا المحور الذي كان سابقا يقوم على أركان أساسية هي إيران وسوريا والفصائل المقاومة الفلسطينية، لكن هذا المحور لم يعد قائما منذ سنتين على الأقل. سوريا خرجت منه كليا في الساحة الفلسطينية، إيران بدون شك تراجعت العلاقة القائمة بينها وبين الفصيل الأبرز في المقاومة الفلسطينية وهي حماس، لكن لم تنقطع هذه الصلة، وخاصة أن حماس تحرص على أن لا تؤذي العلاقات القائمة، خاصة يعني حتى فتحت خطوط تواصل مؤخرا بدون شك مع إيران. يعني هي لم تنقطع أصلا، هي لم تنقطع أصلا، هي تراجعت نعم ولكنها لم تنقطع. اليوم من يقود هذا العمل الجبار هو الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. غزة عبارة عن صورة مميزة من التلاحم، لا يوجد فيها يعني عناوين متفرقة، وإنما هي عنوان واحد هو عنوان الصمود مهما كلف الأمر، وبالتالي هنا تصنع الملحمة. يعني هذه الملحمة تعتبر بأنها تصنع بصواريخ قديمة الطبيعة، أنها قديمة الصنع، لكنها أيضا بصواريخ من هذا المحور سابقا، يعني مش مؤخرا تم مد حماس بالصواريخ. يعني حتى نكون أيضا واضحين في هذا الإطار، المقاومة الفلسطينية خطت خطوة مميزة في هذا الإطار عبر الاعتماد على التصنيع الذاتي، وهذا يعني جعلها أكثر قدرة على تحمل عملية حصار مهما كان هذا الحصار مطبقا، وهو ما نراه اليوم. الطرف المصري يمارس حصار غير مسبوق على الساحة الفلسطينية. حتى في أيام نظام حسني مبارك كانت قضية الحصار الذي يمارس أقل من الصورة التي نراها اليوم. مساندة القوى الأمنية المصرية لعملية الاعتداء على غزة باتت اليوم أوضح بكثير على مستوى الاستخباراتي أو على المستوى الميداني العملاني في عملية ضبط الحدود ووقف كل عمليات التهريب من خلال الأنفاق. هذا كله موجود، لكن اعتماد المقاومة الفلسطينية على مبدأ التصنيع الذاتي وامتلاكها لتكنولوجيا تصنيع الصواريخ وتطوير هذه الصناعة منذ 2012 وحتى اليوم، يعني خلال أقل من سنتين ونصف تقريبا، واضح أن هذه المقاومة امتلكت قدرة على تطوير مدى صواريخها ودقة الإصابة، وامتلاكها لبنك كبير جدا من الأهداف واضح أنه فاجأ العدو الإسرائيلي وضربه في أماكن حساسة جدا، قد يكون يعتبر الكيان أنها كانت غير معلومة للمقاومة الفلسطينية. البعض يقول بأن اليوم العبرة هي في الانتصار، يعني بعد الانتصار سيعرف من هي الجهة التي انتصرت أقله عربيا وأقليميا. يعني اليوم للأسف نجد بأن مش بس حكومات، حتى الشعوب ما بنلاقي هذه يعني ما بعرف كيف بيقولوها، بس انه ما في دعم لغزة لا عاطفيا ولا حتى فعليا. يعني لحد الساعة لم نرى مظاهرة ضخمة تحركت من احد البلدان دعما لغزة، لم نرى شعبا عربيا رفع الصوت. هيدا ليه؟ بسبب السياسات التي سارت عليها حماس وبسبب السياسات التي سار عليها الإسلام السياسي في المنطقة؟ لا أظن أن سياسة حماس هي التي تسببت بالمشهد الذي فعلا نرى جزءا منه اليوم. القضية أن معظم الدول العربية اليوم تعيش أزمات داخلية، هذا بدون شك يبعد شرائح كبيرة جدا من هذه الشعوب عن أي متابعة خارجية، لأن الهم الداخلي هما كبيرا وليس بالأمر البسيط. أيضا سياسات الحكومات وخاصة في البلدان التي شهدت رد على الربيع العربي أو ثورات مضادة،
واضح أن هناك ممارسة من قبل هذه الحكومات غير مسبوقة في محاولة قمع أي نشاط شعبي يظهر أن هذه الشعوب يعني عادت إلى سابق لحمتها، وخاصة أن المكونات التي تواجه هي تعتبر في رأس قائمة الاستهداف، وهي المكونات التابعة تحديدا لجماعة الإخوان المسلمين وأفروعها في تلك البلدان. لكن لا نستطيع أن نقول أن الشعوب تراجعت في تعاطفها مع الشعب الفلسطيني وتحديدا مع مظلومية غزة. واضح اليوم هو التعاطف مع الشعب الفلسطيني موجود، والرفض للمجازر بحق الشعب في غزة والغزاويين موجود، لكن الدعم لحماس كفصيل مقاوم يبدو بأنه غير ملموس يمكن القول. قد لا يكون ظاهرا نعم، لكن هو ليس غير موجود، لكن بدون شك القدرات قدرات محدودة. هذه القدرات تستنزف في عملية المواجهات المحلية كما ذكرت، وبالتالي هذا لابد أن يظهر أثره في مثل هذه المحطات. لكن واضح أنه مع امتداد الزمن في العدوان الجميع الآن يعيد الحسابات ويعيد ترتيب الأولويات، وواضح أن عملية التعاطف مع غزة سواء عبر الدعم الجماهيري والسياسي والإعلامي أو دعم من أنواع أخرى، واضح أنه في طور إعادة رسم الأولويات، وواضح أن التحركات بدأت يعني تعيدنا بالذاكرة إلى سابق العهد الذي كان التعاطف فيه في أوجهه. كيف يعني تعيدنا بالذاكرة؟ تلاقي أنه ممكن ترجع تبين يعني هذا؟ أنا أتوقع أنه إذا امتد العدوان زمنيا سنشهد تحركات غير تلك التي شهدناها في بداية العدوان، خاصة وأنه على ما يبدو انتهجت إسرائيل في هذا العدوان طريقة مختلفة نوعا ما مع المرات السابقة التي كانت تبدأ بعملية ضخمة جدا يعني تستنفر عواطف الناس. هذه المرة كانت البدايات بضربات محددة صغيرة نسبيا، يبدو أنها لم تكن تريد أن تستفز الشارع بشكل عام، وتحاول بالقوة الناعمة أن تركع المقاومة الفلسطينية، لكن هذا الأمر واضح أنه لم ينجح، وبالتالي قد نعود لنشهد يعني المشاهد التي كنت وسبق وذكرت. اليوم البعض يقول بأن حماس هي التي استجلبت الحرب، ماذا تقولون في هذا الإطار؟ هذا غير صحيح نهائيا. واضح أن الكيان الإسرائيلي كان يبيت لهذه المعركة. الكيان الإسرائيلي ليس من النوع الذي يستدرج إلى مواجهات، هذا الجميع يعرفه. إن كان الكلام حول قضية خطف المستوطنين الذين عثر عليهم بعد ذلك مقتولين، هذا حتى هذه اللحظة لم يتم تبني هذه العملية من قبل حماس أو من قبل أي جهة مقاومة أخرى، ولم يثبت أنه لأي فصيل علاقة. قد يكون تصرف محلي في منطقة الضفة، قد يكون غير ذلك، هذا كله رهن ما تظهره الأيام القادمة. لكن واضح أن الكيان الإسرائيلي كان يريد ذريعة نعم، لكن هذه الذريعة ليست مبررا لأن يقال أن حماس هي من استدرج العدوان الإسرائيلي. البعض يقول بأن هذا الاستدراج سببه بأن حماس تريد العودة عن الخط الذي سارت عليه فيما عرف بالربيع العربي، والعودة إلى الحضن الإيراني وإلى التحالف السوري، ولذلك لابد من أن تدخل من باب المواجهة مع العدو الإسرائيلي وإعادة الإثبات بأنها في هذا الخط، ليس كلاما فقط إنما قولا وفعلا. يعني لو كان هناك نظرة موضوعية للمسار الذي سلكته حماس، نرى أنها لم تخرج أصلا ولم تقرر الخروج من المحور الذي يذكر باستمرار ويسمى محور الممانعة. حماس كل ما جرى أنها رفضت أن تكون أداة في الصراع القائم داخل سوريا ما بين النظام والثوار، نأت بنفسها عن هذا الصراع، وهذه سياسة حماس ليس في سوريا فقط وإنما في كل الدول العربية. بأنها لم يكن نائب النفس بقدر ما هو خيانة، يعني البعض وضعه بإطار أنها خانت من دعمها وحمى ظهرها وآوى قياداتها في وقت أقفلت كل الأبواب العربية بوجههم، أنها بلحظة الشدة خانت هذا البلد. الخيانة تعني أنه كان من واجبها أن تقف إلى جانب النظام. بنظر حماس هذا الأمر مرفوض كليا، لم تكن في يوم من الأيام لتقف مع أي نظام
ضد شعبه خاصة وليس ضد عدوان خارجي. لو كان العدوان على سوريا عدوانا خارجيا، أنا متيقن أن حماس كانت ستكون في الصف الأول في الدفاع عن سوريا. بس سوريا كانت تعتبر بأن ما يجري هو عدوان خارجي وبأنها مؤامرة عالمية على سوريا. هذه وجهة نظر النظام في سوريا التي سقطت أيضا نتيجة مرور الأيام عندما تبين أن هناك انقسام كبير جدا في الساحة السورية، وواضح أن سوريا دمرت واستنزفت نتيجة هذا الأمر. حماس لم تكن في يوم من الأيام لتكون أداة لا عند النظام السوري ولا عند أي نظام آخر في صراع فيه شق للصف الشعبي داخل هذا القطر أو ذاك. هي تنأى باستمرار عن التدخل في أي نزاع سياسي داخلي، وأظن أن ما مارسته حماس هو الأمر المنطقي، لأنها لو دخلت في هذا الأتون كانت ستخسر كل رصيدها أيضا. بس البعض يقول بأنها دخلت عبر بعض الأنفاق التي استخدمت لمقاتلة حزب الله في سوريا ولمقاتلة النظام في سوريا، دخلت عبر مخيم اليرموك، كان هنالك البعض يقول يعني حضور لافت لعناصر إذا يمكن القول من حماس كانوا يقاتلون ضد النظام. يعني هذا الكلام بصراحة غير دقيق وغير صحيح حتى أستطيع أن أقول، لأن حماس لم تدخل في هذا الصراع نهائيا. موضوع اليرموك موضوع شائك ومتداخل جدا، هناك شهداء لحماس داخل مخيم اليرموك على يد مقاتلين يعني بعض فئات الثوار، بعض الفئات المتشددة، على اعتبار أن حماس بنظرهم هي عميل للإيراني والسوري أو أنها من الفئة التي تخرج عن الدين نتيجة يعني التصورات القائمة عندهم. فبالتالي أين تكون حماس؟ بالنهاية ما جرى في مخيم اليرموك هو عملية صراع متعدد وجهات النظر للحفاظ على المخيم. واضح أن هناك كان إرباك كبير جدا، ولم تدخل فيه لا حماس ولا أظن حتى الفصائل الفلسطينية الأخرى في صراع مع النظام، لكن كانت عملية محاولة تحييد للمخيم سواء عن الثوار أو عن النظام نفسه، حتى لا يكون المخيم هو نقطة يعني استنزاف يدفع منها. والأنفاق التي استخدمت وتم مقاتلة حزب الله عبره، حتى هذا بقي في الإعلام، لم يثبت فيه شيء فضلا عن أن يثبت بحق حماس نفسها. أيضا البعض يقول اليوم بأنه هل حماس أخطأت حين يعني انحازت لسنيتها واعتقدت بأن سنيتها ستكسبها تعاطف المد السني في العالم العربي، بينما البعض يقول أنه اليوم يتبين بأن من كان مع المقاومة في 2012 وال2006 وال2010 وكل يعني كل التاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي هو نفسه، ومن كان ضد هذه المقاومة هو نفسه، يعني انحيازة ما خلى لا ما سمعنا اليوم أي صوت عربي رسمي من الذين يعني حماس قد تؤيد هذه الأصوات طلع يدافع اليوم بشكل شرس، أخذ موقف بشكل شرس، وإنما محور الممانعة بعدنا بنسمع أنه هو الداعم الأساسي اليوم لحماس في مواجهتها هذا العدوان. يعني بداية دعيني أوضح أننا كمدرسة فكرية لا ننظر إلى أي فريق على اعتبار ما ينتمي إليه من مذهب أو دين حتى. بالتالي عندما انحازت حماس إلى ما يسمى محور المقاومة والممانعة لم تختر هذا الانحياز نتيجة البعد المذهبي، وبالتالي عندما ضعفت العلاقة أو انقطعت في مكان ما أيضا لم تنقطع على خلفية مذهبية، ولم تنحز حماس في لحظة من اللحظات إلى ما يسمى العمق السني. هذا العمق أصلا هو عمق طبيعي من الناحية الشعبية، من ناحية الأنظمة والسلطة بحياتها حماس لم تكن إلى جانب هذه الأنظمة، على الرغم من أنها أنظمة تدعي أنها سنية. بالتالي هذا التوصيف توصيف في غير، بس إنه اليوم البعض بيقول إنه ما تأكدت حماس إنه اليوم بقضيتها وبصمودها وبمواجهتها أنه الحليف الأبرز لها ليس من يدعي اليوم بأنه حريص على ثورات الشعوب في العالم العربي. أظن أن خيار حماس في هذا الاتجاه ما يزال خيارا صحيحا. حماس تعتبر أن مصيرها الحقيقي هو مجموع الشعوب الحرة،
سواء كانت هذه الشعوب سنية أو شيعية أو حتى لو كانت أوروبية أو أمريكية، لكن شرط أن يكون هذا الإنسان إنسان حر. هذا هو العمق الحقيقي الذي تنظر إليه حماس والذي ننظر إليه نحن في أي عملية تغيير نحو الحرية والديمقراطية. لا ننظر في هذا الاتجاه إلى من ينتسب في الهوية إلى سنيته أو إلى شيعيته. هذه قضية شخصية لا علاقة لها بالسياسة، لا علاقة لها بالرهان الذي يمكن أن يراهن عليه أي فريق عندنا في مشروع يذهب إليه. بالتالي أنا لا أظن أن حماس غيرت ولو للحظة واحدة. هي كانت تعتبر أي إنسان يعادي إسرائيل هو حليفا طبيعيا لها، وبالتالي هذا الأمر بات ينطبق على أي فريق آخر، على أي فريق يمكن أن تنظر إليه حماس على مستوى الطلب. بس من هو هذا الفريق؟ هل اليوم نشهد فراغا في هذا المكان؟ المشكلة ما في اليوم راعي، ما في اليوم حاضن لحماس في هذا العالم العربي؟ المشكلة اليوم ليست عند حماس، المشكلة اليوم عند الفريق الذي يعني استدرج إلى معركة استنزاف خارج إطار منطقة الصراع الحقيقي اللي هي صراع مع الكيان الإسرائيلي. اليوم محور الممانعة الذي نتحدث عنه واضح أنه مستنزف في مكان آخر، من العراق وصولا إلى سوريا، حتى في الداخل اللبناني واضح أن هناك عملية استنزاف تبعد هذا الفريق عن المكان الذي يفترض أن يكون فيه. حماس ما تزال موجودة في نفس المكان، لم تغير، وبالتالي هي منذ بس هي اليوم فقدت يعني اليوم تيتمت يمكن القول سياسيا هي حماس. هي نعم فقدت حلفاء حقيقيين. يعني اليوم لا يستطيع أحد أن ينكر أن حماس التي كانت موجودة في دمشق هي أقوى من حماس اللي موجودة اليوم في قطر. هذا الأمر واضح وصريح، لا يستطيع أحد أن ينكره، دون أن يعني هذا الأمر أن خيار حماس في الخروج بالخروج من سوريا كان خيارا صحيحا، لأنها لو بقيت في سوريا كانت ستكون أكثر استنزافا وأقل قدرة عن مواجهة العدو الإسرائيلي، لأنها يعني كانت ستكون مستنزفة في الصراع أيضا كما بقية القوى. بس هي خرجت من سوريا وحتى خرجت من تحالفها في لبنان مع حزب الله. لا لا، يعني إذا كان في سوريا مبرر. هذا غير صحيح، لم تخرج من تحالفها مع حزب الله. حماس لا تزال موجودة في نفس الأماكن اللي موجودة فيها. هي لم تخرج، مقراتها معروفة أنها في عمق تواجد حزب الله، هي لم تنتقل إلى مكان آخر، وبالتالي واضح أنها لم تغير بشيء. أعود وأكرر، العلاقة تراجعت بعض الشيء، نعم هذا أمر بديهي وطبيعي بنظر جمهور حماس وجمهور الفريق الآخر. أصبح هناك تشويش في العلاقة، نعم هذا أمر طبيعي جدا. لا يمكن لفريق يقاتل في مكان وينظر أن الفريق الآخر هو يمثل حليف لمن يقاتله وتبقى العلاقة كما هي. هذا أمر بديهي وهذا ما كنا نحذر منه، لأن محور المقاومة بالفعل نتيجة الصراع في سوريا والآن في العراق يعني يستنزف بشكل كبير جدا ويخسر جزء ليس بالقليل من البيئة الحاضنة التي كانت في يوم من الأيام تشكل العمق الاستراتيجي الحقيقي له. انتصار حماس في غزة هل يعيدها إلى قواعدها سالمة؟ أنا أتصور أن انتصار حماس في غزة، وهو انتصار محقق إن شاء الله، لكن القضية قضية وقت، هو انتصار لكل فريق يريد أن يخرج من الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة ويريد أن ينشئ واقعا جديدا فيها بغض النظر عن هذا بقية الفريق التحالفات. هذا الفريق هل هو حزب الله في لبنان، النظام السوري في سوريا، وإيران بمن تمثل، أم هو الدول الخليجية والأنظمة المستجدة في العالم العربي؟ نحن نتابع بهذا المحور، لكن اسمح لي أن ننتقل مجددا إلى كريستين والصحف. إليك كريستين. شكرا نانسي. من غزة أيضا سنبدأ الجولة اليوم مشاهدينا. اخترت لكم من صحيفة السفير مقال الزميل حلمي موسى، والذي كتب تحت عنوان المقاومة ترسم معادلة تل أبيب مقابل غزة. أثرت نتائج العملية التي قام بها الكوماندوس الإسرائيلي في غزة، حيث أمطره مقاتلون من كتائب القسام وسرايا القدس بوابل من نيرانهم وأصابوا 4 منهم، هي أثرت على معنويات القادة والجنود الإسرائيليين الذين لم يعودوا يتحدثون عن عملية برية إلا لهدف واحد، وهو تفجير أنفاق قريبة من الحدود وبعمق لا يزيد عن كيلومترين.
ومن الجائز أن الحديث عن مثل هذا الهدف جعل الجيش الأقوى في المنطقة موضع هزء وانتقادات لأعداده وحوافزه القتالية، وهذه الانتقادات دفعت رئيس الأركان بيني غانتس ليسرب للمراسلين العسكريين معلومات مفادها أنه تواق لعملية برية، خصوصا بعد انتهاء مهمات القصف الجوي والبحري، لكنه بحاجة إلى تحديد واضح لأهداف هذه العملية البرية. ومن معلومات حلمي موسى إلى افتتاحية الجارديان البريطانية حول غزة أيضا، منظر بيت قصف مرتين وقتل فيه 28 شخصا وجرح 45 لابد أن يثير مشاعر الصدمة في الإنسان. لم ينكر من شهد المنظر أن قائد شرطة مرتبط بحماس كان يقيم في البيت، لكن لماذا كان على عائلة كبيرة التي تتضمن أطفالا أن تموت بالمعية؟ نفس الأسئلة يطرحها آخرون حينما يرون إسرائيل تقصف ملجأ للمعوقين، وحتى لو كانت حماس تخفي فيه معدات لماذا كان على المعاقين أن يموتوا؟ إن تكرار هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية 4 خلال 8 بنفس الدوافع هو دليل على عدم نجاعة الحل العسكري. في النهاية يجب حل النزاع بين إسرائيل وحماس وبين إسرائيل والفلسطينيين بالطرق السياسية. من رأي الجارديان البريطانية إلى صحيفة الأخبار، ومقال مؤثر جدا من غزة بقلم حسام محمد شحادي، البيت صار قبرا. هذا ليس خبرا عاجلا حقيرا، ليس تقريرا أخرق. هنا لا ندفع مزيدا من الدولارات للكتابة، هنا لا شيء سوى ما نرى، هنا رسالة من تحت سماء غزة. تبخر الباب، صار غبارا، لكنه استطاع أن يحشر جسده الطري من فتحة بين آخر السقف وأول الركام. حمل بين راحتيه حبة بندورة وقليلا من الملح وبعض الخبز. لم تستطع القذائف منعه من شيء أراده بشدة. البيت صار قبرا، والقبر فيه متسع لشمعة واحدة بين أخريات فقدت قدرتها على الاشتعال. استطاع رغم كل الظلام أن يرى أمه وأخوته الأربعة يتربعون كما تركهم منذ بضع دقائق حقيرة حول صحن فول وبصلة. اقترب منهم، وضع ما حملته يداه، نادى أمه، استدار ليلكز أخته وينظر إلى أخيه بعمق. لم يعنه ذلك الدم اللزج ولا السكون والصمت المطبق على المكان، ولم تعنه برودة المكان. كان مصمما على إيقاظهم، يريد أن يمارس مشاكسته اليومية مع إخوته على آخر لقمة في صحن الفول. يريد بشدة أن يجذب أحدهم من طرف ثوبه ليشكوها لأمه. يريد بقوة أن يتحدث عن شيء ما. أخذ يقص عليهم آخر حكاية روتها له أخته. حاول كل شيء، لكنه في نهاية الأمر تمدد في وسط الركام واستسلم للخوف. من هذه الحكاية الغزاوية ننتقل الآن إلى صحيفة النهار. ارتفعت وتيرة التهديدات من جهات أصولية لبعض المسؤولين السياسيين والأمنيين البارزين على خلفية واقع سجن رومي الذي يحتل الأولوية المطلقة في الإجراءات الاحترازية تحسبا لعملية إرهابية كبيرة محتملة داخل السجن. والتهديدات التي أبلغت إلى جهات مسؤولة اكتسبت طابعا شديد الجدية، ويجري التعامل معها بكثير من الدراية والحزم. وبرزت أيضا الحملة العنيفة التي شنها الشيخ الفار أحمد الأسير على تيار المستقبل وزعيمه الرئيس سعد الحريري عشية انطلاق المحاكمات لعشرات الموقوفين في ملف أحداث عبرة غدا، بعد سنة تماما من العملية العسكرية التي أطاحت ظاهرة الأسير الذي سيحاكم غيابيا غدا. وتبعا لذلك لم تسقط أوساط معنية احتمالات يبدو أن الجهات الأمنية تتحسب لها وتتعلق بإمكان قيام منظمات أصولية يرتبط بها الأسير بمحاولات إرهابية للضغط على المحاكمات. نبقى مع الشأن المحلي ومع صحيفة اللواء. الرئيس تمام سلام يرى أن الأجواء مثقلة بالسلبيات على خلفية عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وقيادة الجيش تتجه إلى إلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الجيش لسببين: الأول عدم وجود رئيس للجمهورية يقلد الضباط السيوف، إضافة إلى الوضع الأمني الحساس في هذه المرحلة، وفهم أن الاحتفال سيكون رمزيا من دون أن تدعى إليه شخصيات غير عسكرية.
ننتقل الآن إلى صحيفة التايمز البريطانية. بعض الأئمة الذين يعملون في السجون البريطانية على صلة بمتطرفين إسلاميين، وربما كانوا يلعبون دورا في دفع السجناء باتجاه التطرف الديني. أحد أولئك الأئمة يرى أن الزنا يجب أن يعاقب بالقتل، وآخر يرى أن ضرب النساء مقبول من أجل إصلاحهن. ومع وجود حوالي 12 ألف سجين مسلم في السجون البريطانية، عمدت الحكومة إلى تعيين أئمة بهدف تحصين السجناء ضد التطرف الديني. ويقول البروفيسور أنتوني غليز من جامعة باكنغهام إن السجون البريطانية أصبحت مفارخ للتطرف بتمويل حكومي. ومن هذا المقال النقدي في صحيفة التايمز البريطانية ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة. سعوديون يعيشون الزمن الجميل في السهر واختيار الشريك، من الرياض بقلم حياة الغامدي. يستعيد جيل الألفية في السعودية طقوس سبعينات القرن الماضي، سهرات تحضر فيها السجائر ويتسرب منها دخان النرجيلي، وتسودها ضحكات وأحاديث عن شعراء الحب، وتطغى عليها طريقة الأزياء الخاصة بشباب تلك الحقبة. ويحلم الشاب السعودي المنتمي إلى هذا الجيل الارتباط بشريكة حياته بعد قصة حب ونضال، كما ارتبط والداه قبل عقود، خصوصا في بعض المناطق التي كان فيها الاختلاط بين الجنسين محظورا فترة طويلة. وثمة إجماع اليوم على أن هذا النوع من الارتباط صحي، إذ يتيح للشاب والفتاة اختيار شريك الحياة المناسب بدل انتظار أن ترشح الوالد أو الشقيقة الشريك. ولا تختلف جلسات الفتيات المنفصلة كثيرا عن جلسات الشباب، استحضروا فيها السجائر ونكهات المعسل والرقص الغربي والملابس العصرية. من هذه المقالة حول المجتمع السعودي الجديد نعود إلى موضوع المونديال. ومن صحيفة النهار اخترت لكم كاريكاتير أرمان حمصي، غاب المونديال وبانت أزمات العالم. ويرسم أرمان الصواريخ والأسلحة تحت سجادة الملعب الأخضر. ومن كاريكاتير أرمان حمصي إلى كاريكاتير ستافرو جبرا في صحيفة البلد، فوز ألمانيا بلقب كأس العالم 2014. ألمانيا تحمل كأس نخب الفرح والانتصار، فيما يحمل العالم كأس الدم، طبعا في إشارة إلى ما يجري في غزة. بهذه الكاريكاتير أختم الجولة وأعود إلى نانسي. فعلا يعني نحن رح نتابع بالدماء التي تسيل في عالمنا العربي وتحديدا في غزة، لكن نتوقف مع فاصل إعلاني ونعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا. قبل ما نتابع حوارنا معك استاذ عزام، اسمح لي ننتقل الى القاهرة مع زميلي منى عشماوي للاطلاع منها على استفاقة العرب والمؤتمر المفترض ان يكون لوزراء الخارجية العرب حول غزة. صباح الخير منى. صباح الخير نانسي. نعم منى، يعني هل تحدد موعد لهذا المؤتمر؟ هل تحدد جدول أعمال؟ وهل سينتهي بمجددا بيانات استنكار وشجب؟ تفضلي. يعني الحقيقة نانسي، هذا المؤتمر هو مؤتمر عاجل وطارئ، دعت إليه الكويت بما أنها هي التي تترأس اجتماع هذه الدورة. يعني أستطيع أن أقول ده سوف يكون في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ربما يكون في العاشرة من توقيت بيروت. هذا المؤتمر حتى الآن لم يتحدد من سيحضر ومن لن يحضر، ولكن بالتأكيد نانسي وهو من يعني بأنه سيخرج بالندب والشجب. لا نتوقع سحب سفراء إسرائيليين من بلاد عربية، لا نتوقع طرد يعني أو سحب السفراء العرب من إسرائيل أو طرد السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية. لن نتوقع هذه الأمال والأحلام بعيدة المنال. سيخرج بالشجب ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من ضرب غزة، ولن يخرج بأكثر من ذلك. البرلمان العربي أيضا اجتماع له بعد غد الأربعاء في مقر أيضا الجامعة العربية، وأيضا يبدو بأن البرلمان العربي لن يكون أكثر نفعا أو جدية الحقيقة من اجتماع وزراء الخارجية العرب. أستطيع أن أقول لك ننتي على أرض الواقع هناك بعض التحركات الشعبية البسيطة جدا، والتي تتمثل في عدة مؤتمرات وعدة وقفات صامتة بعد الإفطار. يعني هذه التحركات الشعبية من قبل الشعب المصري هي للوقوف مع أبناء غزة ومع أهل غزة. لا نرى التحركات الشعبية التي كانت موجودة في 2009 مثلا عندما قامت إسرائيل بضرب غزة، هذه التحركات الشعبية الكبيرة. والأمر يرجع لسببين. السبب الأول بأن من كان يدعم ويدعو لهذه التحركات هي جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة
الآن، وهذه الجماعة حتى إذا تظاهرت اليوم فهي لا تتظاهر من أجل غزة، ولكن تتظاهر من أجل القضية الأساسية الخاصة بها، وهي قضية الوصول إلى الحكم أو إخراج المساجين يعني القيادات الإخوانية التي هي في السجون. إذن يعني هذا هو التحرك الشعبي. التحرك الرسمي المصري حتى الآن هو يقف على حجر عثرة ويقف في وجه حائط الحقيقة، حائط سد. الأمر يرجع أيضا لسببين. السبب الأول بأن العلاقة بين النظام الرسمي المصري وحماس هي علاقة متوترة للغاية. الأمر الآخر بأن أمريكا حتى بالرغم من أنها قبلت بوجود الانتخابات المصرية والرئاسة المصرية على هذا النحو، إلا أنه قبول يعني نستطيع أن نقول أنه قبول الغير راضي الذي لا يستطيع أن يؤثر بشكل أو بآخر على إسرائيل. وحماس بالطبع علاقتها متوترة بالنظام المصري، فالحقيقة هناك يعني الكثير من الإشكاليات المعقدة في الوساطات المصرية حتى الآن. منى، فيما يتعلق يعني بالموقف الرسمي المصري الذي تحدثت عنه، يعني حكي عن مساعدات أرسلت من مصر إلى غزة، ماذا عن معبر رفح؟ وهل ستبقي مصر على هذه التجديد، على تجديدها على المعبر؟ حتى الآن ننسي يعني يفتح المعبر، فتح بالأمس من أجل عبور المعتمرين الذين يعودون من يعني إلى غزة أو يخرجون من غزة إلى العمرة، وأمام الجرحى فقط لا غير، والعالقين بالطبع الذين يريدون الذهاب إلى غزة. ولكن يعني حتى الآن لم تصدر السلطات المصرية أي نية إلى فتح معبر رفح. أستطيع أن أذكرك بأن هذه المنطقة كلها هي منطقة حرب حتى الآن، يعني حقيقية بين الجيش المصري وكافة الفصائل التي تطارد يعني يطاردها الجيش منذ 30 يونيو 2012 وحتى الآن. الزميلة منى عشماوي من القاهرة، شكرا جزيلا لك منى. وطبعا منى ستبقى معنا لموافاتنا بأي جديد. أستاذ عزام، الموقف المصري كنا حكينا عنه، كان سؤال صراحة، هل الفريق المنتصر في غزة سيكون حزب الله في لبنان ونظام سوري في سوريا وإيران، أم دول الخليج اليوم التي بعضها يحتضن حماس وقيادات حماس؟ يعني لا أظن أن الجواب سيكون واضحا، هذا الفريق أو ذاك. انتصار غزة، أعود وأكرر، هو غير أنه للشعب الفلسطيني بهيدول يعني في هذا الإطار، هو انتصار لمن يبقى ضمن محور مواجهة إسرائيل بشكل واضح وصريح. من هو اليوم ضمن هذا المحور؟ ضمن هذا المحور اليوم للأسف الشديد أقول هي الشعوب بشكل أكبر من الحكومات. قد تكون إيران إحدى المستفيدين من هذا الإطار، لكن لا أظن أن النظام السوري سيكون شريكا في هذا الانتصار، لأنه واضح عملية البعد الكبير إلى حد التناقض بين النظام السوري وحماس، وواضح أن بعض رموز هذا النظام أو البيئة الحاضنة له تصريحاتها باتجاه حماس وكل شعب غزة اليوم تصريحات يعني تكاد تكون معادية. حزب الله شريك؟ حزب الله بدون شك لا يزال شريك في مثل هذه الانتصارات، لكن لا أظن أنها بنفس النكهة التي كان يمكن أن تكون قبل ذلك. هل الجماعة الإسلامية دخلت لنصرة حماس، دخلت على الخط؟ و يعني رح ندخل على محور الإطلاق الصواريخ تحديدا من قبل الشيخ دكتور حسين عطوي الذي يبدو بأنه اعترف. هل تبلغتم فعلا بأنه اعترف وقال بأن هذا عالم المقاوم أتشرف به وقمت به وأعلنه على الملأ؟ نعم، هذا الكلام نقل عن طريق بعض الأقارب الذين التقوا بالشيخ حسين في المستشفى في المنارة. قال أنه قام بهذا الفعل انتصارا لأهل غزة وفي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يواجه الشعب الفلسطيني كما يواجه الشعب اللبناني. هو عمل مقاوم واضح، لا أظن أن فيه أي لبس في الموضوع باستثناء أنه قرار فردي. طيب، قرار فردي، أنتم كجماعة، الشيخ حسين عطوي ليس شخص يؤيد الجماعة الإسلامية، هو منتمي، هو مقاوم في قوات الفجر، هو حارب وقاوم في حرب تموز وكان مسؤول منطقة العرقوب. صحيح. صحيح؟ هذا صحيح.
كيف يقوم بعمل فردي؟ وأيضا للإشارة هو ليس متحمس يعني بمعنى تهور الشباب، هو أحد الأشخاص الذين يعتبر من العقلاء في الجماعة الإسلامية، هو في منتصف العقد الرابع من العمر، يعني عنده خبرته وعنده قراءته اللي بتخليه يزين الأمور ومش أنه يتحمس ويندفع. يعني لا أريد أن أضع قضية الحماس على أنها قضية تهور. أحيانا الحماس مش بالضرورة أن يكون تهور، لكن في فارق بين قرار يتخذه فرد وبين قرار تتخذه منظمة أو دولة، وهذا له ميزان وهذا له ميزان. يعني يمكن أنا اليوم لو لم أكن مسؤول عن المكتب السياسي يمكن كان يمكن أقوم بنفس الفعل. اليوم المشاعر التي تختلج عدد كبير جدا من الناس، ليس فقط من أبناء الجماعة، أنا أكاد أقول أن هناك كل الذين يناهضون المشروع الإسرائيلي يتمنون أن يقوموا بما قام به الشيخ حسين عطوي. وبالتالي الفعل صحيح أنه فردي، لكنه ليس فعلا مشينا، هو ليس مدانا، يعني ليس مشينا وليس مدانا، نعم، لكنه لا يمكن أن يلزم الفريق المنظم بخيار اتخذه فرد وهو حر فيه. بس أنتم كفريق منظم تباركون ما قام به أو تعتبرون بأنه أخطأ بهذا الأمر؟ المستوى التقدير في الخطأ هو على مستوى قياس الجماعة، لكن على مستوى الفرد هو حر في تقدير ما ذهب إليه، وأظن أنه كان صادقا مع نفسه في التعبير عن مشاعره تجاه ما يجري في غزة، ليس إلا. بس اليوم كل فرد في الجماعة يملك من صواريخ الكاتيوشا ما يمكنه أن يطلقها باتجاه الأراضي المحتلة؟ لا، نحن مش موزعين الكاتيوشا على العناصر، يعني أنتوا مفروض تكونوا يعني أقله هذا السلاح بعهدتكم بدون شك. السلاح بوحدتنا ونحن ضامنين لهذا السلاح. الشيخ حسين ليس فردا عاديا في الجماعة، الشيخ حسين كما سبق وذكرت كان في 2006 كان مسؤول عن مخزون أسلحة، يعني مش مخزون الأسلحة، لكن هو كان مسؤول عن جبهة المواجهة مع إسرائيل في 2006 في منطقة الهبارية. وبالتالي هو ليس فردا عاديا، يمكن نعم وصل إلى هذه الصواريخ الخمسة وأراد أن ينفذ بها أو يعبر بها عن مشاعره، وأن يقول للعالم أجمع أن حدود الكيان الإسرائيلي يمكن أن تكون مهددة من قبل الشعوب تمادي في العدوان، يمكن أن يدفع بكل الناس إلى أن تكسر قواعد اللعبة وأن تضع قواعد جديدة للاشتباك مع العدو الإسرائيلي. بس أنتم كجماعة حتى الساعة البعض يقول أن موقفكم ملتبس بين الإحراج في الداخل وبين التبني. لا أستطيع أن أذهب إلى حد التبني، وإلا كان القرار يفترض أن يصدر من الجماعة. الإحراج لا يوجد إحراج، سبق وذكرت فعل الشيخ حسين ليس فعلا محرجا ولا فعلا مشينا. بس البعض يقول بأنه يستدرج حربا، البعض يقول بأنه ليس نصرة لغزة وإنما يريد أن تدخل إسرائيل للقضاء على من يسميه البعض في الجماعة حزب إيران. في الجماعة لا نستخدم هذا المصطلح. بس سمعنا على المنبر أيضا الشيخ أحد المشايخ عم بسمي حزب الله بحزب إيران وهو من الجماعة. الجماعة واضح كل بياناتها السياسية ومن يستطيع أن يتكلم باسمها، لا نستخدم هذا المصطلح، وإن كنا ندرك أن حزب الله مرتبط بإيران ارتباط وثيق، لكن نحن نسمي الأمور كما هي على حقيقتها. حزب الله يسمي نفسه حزب الله فلا نسميه باسم آخر. هذا نمط فكري نستخدمه. يعني توضحون بأن من نستخدمه مع حزب الله وغير حزب إيران الله. مش من تسميات الجامعة نهائيا. وهذا لا يعني لا ينزل هذا الكلام على موقفنا من حزب الله فيما يجري في سوريا. هذا موضوع مختلف. لا نستخدم شتائم ولا نستخدم تغيير وتحوير في الأسماء، هذه ثقافة ومبادئ. لكن موضوع أعود إلى موضوع الشيخ حسين، ما قام به أعود وأكرر فعل ليس فعل مشين لنهرب منه، ولكن التبني يعني أننا نحن من أخذ القرار، وهذا واضح أنه ليس قرار الجماعة، لأن الجماعة لو بدأت تقرر أن تفتح جبهة مع الكيان الإسرائيلي لا يكون التصرف بهذه الطريقة. كيف يكون تصرف؟ هذا عمل مقاوم له حساباته الدقيقة،
ولا أظن أن الجماعة بمستوى يعني من التهور لتقوم بعمل من هذا النوع من دون على الأقل التنسيق مع شركاء آخرين في المقاومة. نحن ندرك أن جبهة من هذا النوع يفترض أن تفتح على العدو الإسرائيلي يحتاج بأقل تقدير إلى تنسيق مع قوى مقاومة أخرى. ليست الجماعة هي فريق الفريق المقاوم الوحيد. بعد قراءة بأنه قد يكون في إطار أنه تعليمي على حزب الله أنه نحن وجهتنا على الجنوب بينما أنتوا رحتوا وجهتكم على سوريا. أنا لا أنكر أن هناك شريحة تتكلم بهذه اللغة، لسان حالها هو هذا، من باب أن الكثير من الناس يتمنون أن يعودوا ليروا حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذه الصورة التي جعلت حزب الله في مكانة عالية جدا في نظر هؤلاء الناس، بالرغم من الاختلاف المذهبي والاختلاف في أكثر من موضوع، لكن هذه الصورة التي جعلت من حزب الله صورة مشرقة في ضمير كثير من الناس. بالتالي نعم، هناك من يتمنى أن يعود حزب الله، لكن ليس بالضرورة أن هذا الأمر جرى على خلفية توريط كما يريد البعض أن يصور. أنا لا أظن لا الكيان الإسرائيلي قابل لأن يتورط، ولا حزب الله هو من النوع الذي يمكن أن يتورط في أمر لا يريده أو لم يقدر هو أنه الآن في مصلحته. هل تواصل معكم الحزب بعد إلقاء القبض أو بالأحرى توقيف يعني الشيخ عطوي؟ يعني هناك بعض القنوات نعم فيها تواصل. شو كان موقف حزب الله خلال التواصل؟ لم يبدي حتى الآن الحزب أي يعني موقف سلبي تجاه ما جرى. كان بده يعرف بس أصل الرواية، يعني إذا كانت الجماعة وراء أو أنه عمل فردي. نعم، إلى حد ما هذا هو السبب. طيب بس اليوم الجماعة بهذا التوضيح اللي حضرتك عم تعطيه أنه نحن ليس عملا مدانا لكنه ليس لنا تبناه وليس أمرا تنظيميا. صحيح. بس هيدا ما رح يحمس آخرين قد يكونوا من الجماعة وقد يكونوا من غيرها إلى مغامرات البعض يقول غير محسوبة. يعني هذا برسم الفريق الآخر. أنا لست مضطرا أن أريح الكيان الإسرائيلي وأنه أي نعم أنا واجبي أني أضبط الحدود. اليوم قام بهذا الفعل. نحن كبلد ملتزمين 1701. الحكومة ملتزمة بال 1701. أنتوا كمان صرتوا من الخارجين عن إطار المؤسسات الحكومية. طبيعي، أنا لست الحكومة. أنت اليوم تعتبر نفسك كجماعة من ضمن الشعب والمقاومة؟ طبيعي. من لم أكن هذه المعادلة. لم أكن في يوم من الأيام في غير هذا الموقع. أنا لم أشارك في يوم من الأيام كجماعة لا في الحكومة ولا في أي تركيبة سلطوية. بالتالي أنا أجد نفسي في هذا الموقع، الموقع الشعبي المقاوم. يعني تعتبر أن شرعيتك مصانة في بيان وزاري يحفظ بدون شك الشعب والجيش والمقاومة. بدون شك بدون شك. طيب. وبالتالي أنا لست مضطرا لأن أحمي حدود إسرائيل. اليوم من قام بهذا الفعل هو شخص في الجماعة، يمكن غدا أن يكون هناك عشرات من يقوم بهذا الفعل ليس من الجماعة وليس من حزب الله وليس من أي فريق آخر. هذا حق لكل إنسان. بس هذا ليس خطأ؟ لا تعتبرون يعني اليوم حتى بخبرتكم العسكرية هيك بتصير دعم غزة وهيك بتصير تحقيق الانتصارات. اليوم هذه الكاتيوشا هل تعتبر بأنها زعزعت أمن إسرائيل أو الإسرائيليين تحديدا؟ هل يعتبر بأنها أم يعني أضافت شيئا على معركة صواريخ المقاومين في غزة من الناحية المعنوية لعمق الإسرائيلي؟ من الناحية المعنوية نعم، تطلع من دون طيار. من الناحية المعنوية نعم، اليوم الإسرائيلي يقرأ هذا الفعل ولا تظني أنه يستقل به. صحيح أنه لم يغير المعادلة العسكرية على الأرض، ولكنه يبلغ رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلي أن هناك شعوب يمكن أن تكسر قواعد اللعبة وأن تفتح جبهات بغض النظر عن كون هذه الجبهات مهيئة أو غير مهيئة. هذه رسالة تعني العدو الإسرائيلي، ليست قضية عابرة. كيف اليوم لكن أعود وأكرر فقط نقطة واحدة. المعيار الذي نقيس به نحن كمنظمة خيارنا ليس هو نفس المعيار الذي يمكن أن يقيس به أي فرد أو مواطن خياره. هنا الفارق بين قضية تبني العملية أو عدم تبنيها. أنا لا أقول أنها عملية أهرب منها، ولكن تبنيها يقاس بميزان وعدم تبنيها يقاس بميزان آخر. البعض تحدث عن بدائية هذه العملية التي قام بها الشيخ حسين عطوي وقال بأنه يعني منه شغل محترف أقله، بأنه يعني هكذا عمليات لا تليق بتاريخ مقاومة في لبنان، سواء كنتم من ضمن هذه المقاومة أو كان حزب الله هو المقاومة في هذا الكلام. صحيح،
بدائية هذه العملية هو نتيجة أنها عمل فردي، هي على قياس إنسان، وأنا برأيي على قياس هذا الإنسان هي عملية كبيرة جدا، لأن قلة من الناس الذين يستطيعون أن يتخطوا حاجز العقل والحكمة وغير ذلك ويخطو إلى القيام بمثل هذا الفعل. بالتالي أنا أعتبرها بالنسبة لقياس شخص كالشيخ حسين هي عملية كبيرة وكبيرة جدا. نعم إذا قيست على قياس حزب الله أو الجماعة هي عملية سطحية وفاشلة، لكنها ليست كذلك، هي عملية فردية تعبر عن مكنون موجود في الداخل يتفاعل مع الحدث الموجود في مكان قريب منه. ستكونون محامي الدفاع الأول كما يظهر الآن عن الشيخ حطوي؟ ليس لأنه فقط من الجماعة، أي إنسان في مثل هذه الفترة يقوم بهذا الفعل سيكون موقفنا واحدا. لا يجوز في هذه اللحظة تحديدا أن يعامل من يقوم بهذا الفعل على أنه والله مخل بالأمن ولا عمل أصولي أو إرهابي، هذا عمل يندرج في إطار مواجهة إسرائيل، إذن هو عمل مقاوم. طب بس حضرتك بتعرف بال2006 أسر جنديين لا يشعلوا حربا كان، والسيد حسن نصر الله قالها بأن أسر جنديين لا يشعل حربا، لكنها اشتعلت حرب 2006 لأن إسرائيل كانت تريد هذه المعركة. طيب يعني حضرتك من هذه النظرة التي حزب الله أيضا يؤكد عليها بأن إسرائيل هي التي صحيح تضع جدول الحرب صحيح، لكن اليوم لو اشتعلت حرب نتيجة هذه الصواريخ ما رح تصيروا أنتم تعتبرون كمغامرين كما اعتبر حزب الله بال2006؟ ما رح تصيروا تعتبروا أيضا بأنكم دولة ضمن دولة تزجون لبنان في حرب غير محسوبة النتائج و و و وغيرها، كل ما قيل ب14 أدار ضد حزب الله سيقال ضدكم. يعني تاريخنا هو الذي يحدد إن كنا دولة ضمن الدولة أو إن كنا نغامر أو لا نغامر. أنتم طالتكم الشظايا لأن كنتم مع حزب الله بال2006 بالمقاومة. ما عندنا مشكلة، تحملنا كل أعباء ال2006 بما نملك بغض النظر عن أننا لم نكن شركاء في الفعل الذي عم تعتبري أنت استدرج مش العملية. مش أنا بعتبره استدرج، لا اليوم الفريق السياسي اللي أيضا تتلاقون معه بيعتبره استدرج. يعني أنا ألتقي به في أماكن ولا ألتقي به في أماكن أخرى، وعبرنا عن هذا الموضوع بكل أريحية ولم نكن محرجين نهائيا سواء عندما اتفقنا أو عندما اختلفنا. بالتالي موضوع المواجهة مع إسرائيل ليس موضوعا يعني قابل للبحث أو التفاوض بالنسبة لنا، هذا موضوع محسوم سابقا وحاضرا ومستقبلا ولن يتغير. بالتالي عندما تريد إسرائيل أن تقوم بعدوان على لبنان ستقوم به، هي تقول أنه نحن من تسببنا به، هذا موضوع شأنها ليس شأني أنا، وأعود وأكرر ليس من شأني أو مهمتي أنا في هنا في الساعة اللبنانية أن أحمي حدود إسرائيل، وبالتالي أني أنا أمنع الناس. تحمي حدود لبنان أقله من أي اعتداء قد يبرر بأنه نتيجة الصواريخ، يعني اللي بيروح بده يطلق صواريخ بده يفتح جبهة بده يقول أنا سأساند غزة في دفاعها. إسرائيل هي التي تسببت في مثل هذا الأمر ليس نحن، هذه ليست عملية قصف صاروخي في حالة هدوء ولا يوجد أي عمل موجود في المقلب الآخر. نحن أولا ما زلنا نعاني من احتلال، إسرائيل تحاول أن تقدم جزء أساسي من هذا المحور الذي يقف في وجهها، بالتالي لا يمكن أن يكون الناس جميعا يعني متفرجين على هذه الحالة. معلوماتكم سوف يتم محاكمة وسجن دكتور عطوي أو أنه سوف يعامل معاملة المقاومين؟ إذا ذهبت الدولة باتجاه مثل هذا الفعل ستكون سابقة خطيرة جدا، وستكون الدولة هي المأزومة بصراحة. إذا سجن؟ طبعا بدون شك، لأنه لا يوجد الآن أي مبرر لسجن الشيخ حسين عطوي تحت أي بند بده يسجن. إذا كانت الدولة تعاقب من يواجه إسرائيل فلتعلن هذا الأمر. أساساً أطلق سراح سمير أبو قيس بحسب معلوماتنا، وهو الشخص الآخر الذي ألقي القبض عليه، هو تبين أنه لا علاقة له بكل وتبين بأنه لا علاقة له بهذا الأمر، فيما اليوم يقال بأن الشيخ عطوي سوف يحاسب على فعلته. لم تعلن الدولة حتى هذه اللحظة أي شيء، هو ما يزال موجود في المستشفى، نقل من مستشفى المنارة في البقاع، نقل من مستشفى المنارة إلى المستشفى العسكري في بيروت، و
حتى الآن لم نبلغ بأنه يخضع لأي تهمة، وإنما القضية قضية تحفظ. من حق الدولة أن تتبين خلفيات ما جرى، هذا لا نعترض عليه، ولكن إذا ما ذهبت إلى مكان آخر يتعلق بمحاسبة أو غير ذلك فسيكون هناك موقف آخر. حددت محامي دكتور؟ حتى الآن لا يوجد اتهام حتى نضع محامي. أيضا حالته كيف؟ صحيح. حسب معلوماتنا مستقرة. أجريت له عملية في الوجه نتيجة كسر، وهناك معالجة من حروق من الدرجة الأولى يعالج منها أيضا. سوف نتابع بعد الفاصل الإعلاني ما يبرر في مواجهة إسرائيل، لماذا لا يبرر لحزب الله في مواجهة داعش وأخواتها، بعد الفاصل. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونتابع حوارنا مع رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية عزام دندشي. استاذ عزام، بموضوع عزام الأيوبي، مش دندش، ما بعرف. استاذ عزام، بموضوع تحديدا حزب الله في سوريا، اليوم الحكي اللي قلته البعض بيقول كيف بتقدروا تتلاقوا مع 14 أدار والخلاف استراتيجي معهم بهذا التفكير وبهذا النهج؟ مثل ما قدرنا نلتقي مع حزب الله أيضا بالرغم من خلاف لم يكن قليل بيننا وبينهم. لا ننظر في الجماعة إلى قضية العلاقات السياسية بالجملة، بمعنى أنه فريق نؤيده فنؤيده على كل ما يذهب إليه. نحن ننظر إلى الملفات ملف ملف. عندما تتقاطع النظرة القائمة لدينا مع أي فريق سياسي سنكون معه بكل حرية وبكل جرأة، وهذا أمر نعتبر أنها ميزة في الجماعة. بس قوة الصلة بينكم وبين حزب الله أقوى بكثير، يعني بالاستراتيجية غير بالمفاصل الداخلية اللي بتتغير اليوم تتغير بكرة. لا، المواضيع اللبنانية ليست مواضيع عابرة. اليوم دخلنا في خلاف مع حزب الله في العمق نتيجة مقاربة الملفات الداخلية اللبنانية التي يمكن بلحظة ما أن تودي. واضح أنه نحن اليوم يعني قاب قوسين، تودي بالبلد برمته. اليوم عايشين فراغ نتيجة هذه النظرة. البلد بين لحظة والتانية قد يصل إلى فتنة نتيجة هذه النظرة. تقديم الأولويات، واضح أنه في خلاف بيننا وبينهم عليه بشكل كبير. علاقتنا ب 14 أذار ليست أيضا بالعمق الذي البعض يراه. هناك تقاطع أيضا في ملفات، ولكن قد نختلف معهم واختلفنا في ملفات متعددة. بالتالي هذا هو خيار الجماعة، تمتلك الحرية الكاملة في مقاربة أي ملف، وبالتالي يمكن أن نتقارب مع أي فريق في ملف ما ثم نفترق في ملفات أخرى. بس الخلاف استراتيجي بين حزب الله وفريق 14 أدار أو 8 و14 هو حول السلاح، واللقاء استراتيجي بينكم وبين حزب الله هو حول السلاح. طيب ما بتشوفي أنه كمان يفترض كان أنه حزب الله نتيجة الخلاف الاستراتيجي مع 14 أدار أن لا يلتقيان؟ بالرغم من ذلك نجد أن اللقاء تكرر أكثر من مرة، أخيرا في الحكومة في الحكومة، وقبل ذلك في انتخابات 2005. يعني بالتالي لا أظن أن أي فريق في الساحة اللبنانية يتحدث عن استراتيجية حقيقية. يمكن نحن حالة علامة فارقة في هذا الاتجاه، أنه عندنا خيارات متحركة وعندنا حرية كاملة. لسنا ملك أي اتجاه، وبالتالي هذا يجعلنا مرنين في بناء علاقاتنا مع القوى السياسية، وعندنا حرية كاملة في الاقتراب والابتعاد من أي فريق. اسمح لي أن ننتقل إلى الجنوب مع زميلي نوار البري للاطلاع منها على أجواء الجنوب، تحديدا منطقة سور بعد إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي عليها. صباح الخير نوال، كيف هي الأجواء في الجنوب، وهل يمكن الحديث اليوم عن خوف من إطلاق صواريخ مجددا من الجنوب باتجاه الأراضي المحتلة؟ نعم، المفارقة اليوم أن ما حدث ليل السبت يعني أعيد تكراره ليل الأحد، أي أن صواريخ أطلقت من ساهل الإقليلي مساء الأمس باتجاه الأراضي المحتلة وباتجاه يعني مستعمرة نهاريا بشكل محدد. ما جرى البارحة ما جرى أول البارحة يمكن القول أنه لم يكن متوقعا، ولكن ما جرى البارحة كان متوقعا، وهو إطلاق هذه الصواريخ بعد إطلاق ثلاثة صواريخ نهار ليل السبت والبارحة صاروخين. الجيش اللبناني كان
قد يعني طوق المنطقة ليل السبت بعد إطلاق الصواريخ الثلاثة، وعمد هو واليونيفيل على تسيير دوريات له في المنطقة وتحديدا في منطقة إطلاق الصواريخ بعدما عثر على المنصات. هذا بالنسبة لليل السبت. أما البارحة يعني المشهد أيضا تكرر، إذ أن الجيش اللبناني وبعد بحث حثيث داخل الأحراش المتواجدة على الساحل وبالتحديد سهل القليلي كان قد وجد المنصتين أيضا، وكان قد وجد المنصتين أيضا من دون طبعا معرفة أو كشف هوية الفاعلين. الجيش العدو الإسرائيلي كان يعني ليل أمس يعني تحسبا لحصول أي شيء كان قد يعني حلق طائراته على الأراضي اللبنانية على الجنوب اللبناني بشكل مكثف يعني بدءا من الساعة 8 ليلا، وبالتالي هو كان يعني يستبق حصول هذا الأمر أيضا بالنسبة للجيش اللبناني واليونيفيل، ولكن بالفعل تم إطلاق الصواريخ يعني في ظل وجود هذا التشدد الأمني إن كان من الجنوب اللبناني أو إن كان من الحذر حذر الاحتلال الإسرائيلي، ولكن العدو الإسرائيلي عفوا، ولكن أطلقت الصواريخ. الجيش اللبناني أصدر بيانا أكد فيه أنه يعني طوق المنطقة أيضا اليوم مجددا، وأنه تم العثور على المنصتين، وأنه أيضا يعني الجيش جيش العدو رد بمدفعيته الثقيلة بنحو أكثر من 25 قذيفة يعني وصلت إلى مناطق لبنانية وهي المنصوري ومجد الزون، ولكن الحمد لله يعني لم يكن هناك أي إصابات وأي أضرار مادية نظرا لبعد هذه المناطق عن أو لبعد أطراف هذه المناطق عن البلدات، وبالتالي كانت الأضرار فقط يعني في المزروعات ربما أو الأحراش. هذه الأحوال هنا نانسي، من المفترض أنه يعني الجيش اللبناني سوف يعمل لمعرفة أو لكشف هوية من قام بهذا العمل، وأنه يكثف دورياته هنا مع اليونيفيل، وبالتالي يعني إن شاء الله ما يكون في يعني مزيد من التصعيد في المنطقة. اللبنانيون والجنوبيون يعني يعيشون حالا طبيعية، يقولون اعتدنا على هذه الأمور القصف بالصواريخ والرد من الجانب الإسرائيلي ولا يتخوفون من مزيد من التصعيد. نانسي، نعم إن شاء الله فعلا أن يبقى هذا الأمر في إطار يعني الأضرار المادية. شكرا جزيلا لنوال، وطبعا ستكونين معنا في متابعة للتطورات جنوبا. أستاذ عزام، لكم علاقة بإطلاق صواريخ في منصور؟ لا أكيد لا، ولا فرد من الجماعة ممكن يكون له علاقة حتى الآن لا. أيضا أخيرا يعني تبررون لكم ولحزب الله أنكم مقاومون وأنكم تدافعون عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي، لماذا لا تتفهمون حزب الله في دفاعه عن وجوده من المد الداعشي الذي يبدو بأن الهدف الرئيس له هو حزب الله وليس إسرائيل؟ لو دققنا في موضوع الحالة الداعشية قد نكون نحن أيضا مستهدفين فيها مثل حزب الله ويمكن أكثر. المشكلة هي في القراءة لما يجري. حزب الله يعتبر أنه دخوله إلى سوريا هو لمنع هذا المد، نحن نعتبر أن دخول حزب الله هو سبب هذا المد، بالتالي القضية مختلفة كليا في نظرة كلا الفريقين للموضوع. نحن نستدل على هذا بأنه قبل مشاركة حزب الله في سوريا لم تكن هذه الظاهرة قائمة، لم يكن هناك أي حالة عداء ظاهرة من قبل منظمات متطرفة أصوليا لتجاه، بس كانوا عم يطلعوا يقولوا أنه نحن فورا أن ننتهي من النظام أتونا إلى لبنان. متى قيل هذا الكلام؟ هذا الكلام بدأ بعد مشاركة حزب الله في سوريا، قبل حتى أيام الجيش السوري الحر كانت قياداته عم بتقول نحن هدفنا، لكن كان هذا الكلام نتيجة اتهام حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تقف خلف عمليات موجودة داخل سوريا لدعم النظام ومواجهة الثوار. هذا الكلام كان واضح، وظهرت هناك مناشدات كثيرة قبل أن نسمع هذه يعني العبارات. كنا نسمع مناشدات بضرورة أن تكف إيران وحزب الله عن دعم النظام ومواجهة الثوار. أعود وأكرر، القضية قضية من الذي تسبب بالفعل الآخر. حزب الله يقول أنه ذهب إلى سوريا ليمنع هذا التمدد. أظن أن الجميع اليوم يقرأ أن هذا التمدد إنما حصل بعد دخول حزب الله إلى سوريا، بس حزب بل الله وهو يزداد بالعكس يمنع اليوم. كل ما أمسك سيطرته وأحكمها على الحدود مع سوريا سواء بقاعا أو حتى إلى حد ما في الشمال، كلما منع من هذا الخطر من القدوم إلى لبنان. آخر تفجيرات ألم تأتي بعد أن أطبق حزب الله والنظام السوري على منطقة القلمون؟
على منطقة يبرود، ما كانت يعني. يبرود في الإعلام هي مصدر التفجيرات. طيب بعد الإمساك بيبرود وكل محيط يبرود، ألم نشهد تفجيرات؟ أنا لا أظن أن القضية يمكن أن تحصر بهذه السطحية، يعني أنه قضية لا الإمساك. أنا أقول زيادة الانغماس في الساحة السورية ستزيد من عملية وجود مثل هذه الحالات وهذه العمليات، ولن يستطيع لا حزب الله ولا من هو أكبر من حزب الله من أن يمنع مثل هذه الردات. أيهما على أخطر على العالم العربي والإسلامي، تنظيم كحزب الله وفصيل كحزب الله وإن كان مدعوم من إيران، أو تنظيمات وأشكال من الفروع اللي هي شبيهة بداعش؟ كل التطرف، كل التطرف خطير على العالم العربي والإسلامي. مش قضية داعش، لا مش القضية قضية مساواة. موضوع داعش أنا سبق وذكرت خطر علينا نحن كفريق إسلامي سني وليس كفريق إسلامي شيعي. بس مين أخطر بصراحة لو بتفاوت يعني، لأنه خلص وقتنا، بس مين الأخطر؟ قد تكون داعش أخطر، لكن نحن نرى أن وجود حالات من الظلم، حالات من القهر التي تمارس من قبل حزب الله داخل سوريا هي من ينعش مثل هذه الحالات. هذا خطر، خطر كبير جدا، لأنه حالة تنفجر بكل الاتجاهات لا يوجد ضابط لها. لكن لابد أن نذكر أيضا أن السبب الأبرز الذي يفعل مثل هذه الحالات هو وجود تصرف كتصرف حزب الله داخل سوريا. نحن هون وصلنا لنهاية لقائنا. عزام الأيوبي رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عزام. شكرا لك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.